عبارات إنجليزية بنحتاج نقولها دائما في الحياة. هل ما زلت هناك؟ أنت تقول لشخص هل ما زلت هناك؟ هل كنت هناك؟ هذه مضارع وهذه ماضي واضح. هل ستكون هناك؟ وهذه واضح إن هي مستقبل. هل يجب أن تكون هناك؟ هذه مختلفة عن جميع الجمل. هل يجب أن تكون هناك؟ هو سؤال عن الوجوب. هل يجب؟ هل يجب عليك؟ طيب، هل ما زلت هناك؟ Are you still? Still هي معناتها ما زلت. Are you still there? هناك. تعرفوا here هنا و there هناك. هل كنت هناك؟ هي هنبدل فقط ال are إلى where. يعني are you هل تكون الآن؟ Where you هل كنت؟ Were you there؟ هل أنت كنت هناك؟ طيب، هل ستكون هناك؟ هذا السؤال للمستقبل. دائما عود نفسك أنت افهم السؤال. جميع أسئلة اللغة الإنجليزية عندما تبدأ بـ are you ولا do you ولا did you ولا can you ولا جميعها تعني هل. كل واحدة منهم لها معنى مختلف. هل ستكون هي will you be، will you be there، هل سوف تكون أن. طيب واحد يقول لي are you هل تكون، where you هل كنت، will you هل سوف تكون، أقول لك نعم، لأنه are you أصل الجملة. عندما نحن نكتب جملة you are أنت تكون، هذه أصل الجملة. عندما نعكسها are you هل أنت تكون، you were أنت كنت. عندما نعكسها where you هل أنت كنت. نفس الطريقة عندما تقول you will أنت سوف، will you هل أنت سوف. إذن will you be there هل أنت سوف تكون هناك. طيب، نصل إلى الجملة الرابعة وهي الأهم، هل يجب أن تكون هناك. أصلا أنت هتأتي بأصل الجملة، أصل الجملة هي you أنت have to، يجب عليك أنك you have to be. هنا النقطة اللي ما بيعرفها كثير من الناس، you have to be there أنت يجب أن تكون هناك. طيب، لما نجي نحول هذه الجملة إلى سؤال، من الواضح أنه مش هتعكس. يعني عندما تقول have you to be خطأ، هذه الجملة خاطئة 100%. طيب ما هو الصح؟ Do you have to be there؟ يعني هذا السؤال معناه هل أنت يجب عليك أن تكون هناك. واحد يسألني يقول لي هل هي دائما، يعني عندما نريد أن نسأل بهل يجب do you have to؟ نعم، عندما تريد أن تسأل بهل يجب عليك do you have to. واحد يقول لي طيب بس إحنا بنعرف إنه إحنا بنعكس عادة بنقول have you been have you seen، ذلك النوع مختلف عن هذا النوع. يعني النوع you have seen فتعكسها have you seen هل رأيت، ذلك يأتي بعد ال have فعل في التصريف الثالث وذلك هو زمن المضارع التام. فعندما تتحدث عن هذا النوع نعم have you seen have you eaten have you finished هل انتهيت، لكن have to هذه مع بعضها have to هي أصلا معناتها يجب. عندما تريد أن تكون سؤال من ال have to، ركز معي أعيد، عندما تريد أن تكون سؤال من ال have to تقول do you have to do you have to. وحتى النفي عندما تريد أن تقول أنت يجب ألا تكون هناك تقول you don't have to be there you don't you أنت don't. يعني الدونت بتستخدمها الدو ولا الدونت، بتستخدمها الدو للسؤال والدونت للنفي. You don't have to be there أنت لا يجب أن تكون هناك. You don't have to be there أنت لا يجب أن تكون هناك. إذن الآن أصبحت الصورة واضحة. Are you still there هل أنت ما زلت هناك؟ Were you there هل أنت كنت هناك؟ Will you be there هذه المستقبل هل أنت سوف تكون هناك؟ Do you have to be there do you have to be there هل أنت يجب عليك أن تكون هناك؟ وعليك أن تميز كما أخبرتك are you غير where you غير will you. وهذا اللي أنت محتاج تتمرن عليه عشان تتقن الأسئلة عندما تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية. أنا بسأل شخص أمامي are you okay are you fine are you sick، لكن where you هل كنت، will you هل هتكون، will you be. واحد يقول لي أنا مستغرب على كلمة be، يعني أنا أعرف will you go will you study، البي هذه إيش دخلها؟ ركز معي هشرح لك هذه النقطة ببساطة. إيش الفرق ما بين I will و I will be؟ I will إذا أنت
تريد أن تضع فعل I will go, I will study, I will play, لا تحتاج أن تضع ال be, بسيط جدا, هذا يسمى ال future, زمن المستقبل. لكن be إذا أردت أن تضع بعدها اسم أو صفة, اسم أو صفة, I will be a doctor, I will be a teacher, I will be a nurse, I will be a pilot, I will be there, سوف أكون هناك. يعني هذه الكلمات اللي أنا تحدثت عنها لا يوجد فعل, وضعت اسم أو صفة. فلذلك عندما تريد أن تضع بعد الويل اسم أو صفة ستضع بي, ضروري ضروري, I will be a doctor, I will be a teacher. إذا أردنا أن تضيف فعل مصمم عليك أن تضيف للفعل هذا ING, وهذا ما يسمى future continuous, المستقبل المستمر. I will be waiting for you, أنا سوف أكون في انتظارك. I will be sleeping, أنا سوف أكون نائم. كيف نقول انطفأ النور أو انطفأت الأنوار؟ لن أستسلم, هناك مشاكل لكن الحياة مستمرة أو ماشية. هي تربت في الريف, جمل بنستخدمها بشكل كثير جدا في الحياة. انطفأت الأنوار أو النور, إذا كان نور واحد فستقول the light, إذا كانت الأنوار هضيف S, went out. طيب واحد يقول أنت كيف رتبت الفكرة؟ أول شيء أنا بقوم باستخراج الفاعل, مين اللي انطفأ؟ الأنوار. في اللغة العربية لا يخدعك, يعني لا تبدأ الجملة بانطفأ, لا ابدأ بالنور. النور went out, يعني went out معناتها انطفأ, نعم went out معناتها انطفأ. لن أستسلم, مين هو اللي مش هيستسلم؟ أنا. خلاص طبعا تبدأ الجملة I, وإيش زمنها؟ مضارع؟ لا, هو قال لن أستسلم, مستقبل. I will not give up, يعني give up يستسلم, نعم I will not give up, I will not give up. هناك مشاكل لكن الحياة مستمرة. هناك معروفة بالإنجليزية هي there are problems, ممكن تقول الكثير من المشاكل, many إذا أردت, يعني هي مش موجودة في الترجمة لكن أضيفها من عندي, many problems, هناك الكثير من المشاكل, but ولكن الحياة مستمرة. Life, أيوة, goes on, يعني goes on ماشية, أيوة goes on, يعني زي ما نقول go on, يعني واصل مستمرة ماشية. هي تربت في الريف, هي شوف grow up countryside, in the countryside, وهي الريف.